وانني حابه نعرف الاجابه الصريحه يعني تاع كريم بوباكور، ما هي السعاده بالنسبه اليك؟ السعاده هي كي تكون قريب من ربي، هذه هي السعاده. زعما ما تبعونيش في الاجابات، انا صح، باسكو انا السعاده بالنسبه لي راني تعمقت فيها بزاف كما قالت سميره، راحت البال فيها بزاف. الانسان لما يعيش في سلام هذيك هي السعاده. شغل انا صعيب باش نوصف السعاده، فيها بزاف امور وبسيطه جدا. هي صح السعاده في الدراهم في المال، دونك ما نقولوش زعما الدراهم ما يجيبوش السعاده ولا، مي كاع هذوك تجمعهم تصيب اللي يعني السعادة فيها بزاف. واليوم أنايا الموضوع اللي راح نديره نيفين، راح نسي ندير خارطة ذهنية للسعادة، بها راح نقدروا نسيو نفهموا واش الموضوع تاعي وعلاش نديروا الخارطة الذهنية. والأستاذة ولا الزميلة نيفين حرمات، ما هي السعادة بالنسبة لزميلتي؟ بون، الحاجة الأولى السعادة كي قلتها ما كاينش تضحكي. أنا نضحك. ابتسمي وقولي هكا السعادة. أنا مبتسمة السعادة. يلا قولي يلا تفضلي. الحاجة الأولى قلتها أنت كريم، السعادة أنه الإنسان كيكون قريب من ربي سبحانه وتعالى. طبعا هذه السعادة تاعنا كامل جبل ربي، نعم. جميع إنسان فوق الأرض السعادة تاعو يكون قريب من ربي سبحانه. أبخي نجي تحتها كي تشوف لا فامي تاعك بصحتهم، لي فواياج، ماكلة. قولي. بالنسبة ما نكذبوش كاين لي فواياج، انا نقولها لكم ما قالتها لي من قبل، لي فواياج والماكلة. باوي وي هذه هي هذاك السعادة. كل واحد لي فواياج كريم، بيان سور الانسان يكون صريح مع نفسه. على بالي بلي ما انت كريم سي من الجور اللي تحب تفواياجي، تحب ديكوفري، تحب فوالا. بصح يعني الدرجات تاع السعادة فيها كاين بزاف، صح. خلينا احنا الرضا تاع نكونوا قراب ربي وكاع، وهذه حاجه مفروغ منها. كنا نهضروا السعاده زعما في الامور الماديه والامور المعنويه، خاصه في الامور الماديه كاع غادي يقول لك الدراهم. وقولوا لنا دوك خاصني نشوفوا شويه تعليقات من عندكم، نشوفوا بالنسبه لكم السعاده اسكو صح. كاين اللي يقول لك الدراهم، كاين اللي يقول لك نو، كاين اللي يقول لك الدراهم يجي، مانيش عارف، انتم قولوا لنا، باغيين نعرفوا ارائكم. انا راني حندخل نشوف البث المباشر. اكيد اكيد.